ورجعنا لكم الفاصل ولسه مكملين حلقتنا في حب رسول الله. مشرفني ومنورني دلوقتي المطرب زكزاك. ازيك زكزاك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كله حلو قوي. انا مبسوط جدا ان انت معايا. ده انا مبسوط اكتر. انا شرف ليا ان انت تبقى معايا في شارع النهار على قناه النهار. العفو، ده شرف ليا ومبسوط جدا اني موجود في الاسره الكبيره جدا قناه النهار وبرنامج العظيم وكل الاعداد وكل الناس اللي شغالين ما وراء حضرتك، يعني ربنا يخليك. كله فوق الجمال وان شاء الله نستمتع كلنا النهارده. طب ايه رايك نسمع حاجه بعد كده نرجع نكمل كلامنا؟ يلا عايز تسمعني ايه؟ سمعك بالمناسبه الجميله ديت، بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك. يلا بينا. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسن. ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، جماله دلال متغطي بجلاله، جماله دلاله متغطي بجلاله، وتقعد باله تشوفهم الاتنين. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسن. حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين، حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين، يا أجمل هدية من رب البرية، كل الدنيا دي يا جد الحسن. ما هو انت أمرها وانت اللي منورها ومفتح أسرارها يا جد الحسن. بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك، خدامك ومريدك يا جد الحسن. يا ست البتول يا عيون الرسول، حبك مالي قلبي عمره ما يزول، بنتك الظهرة
وأمهات طهرة وأهل العباطرة ضمهم إليك أحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن. حبيبي عليه الصلاة والسلام. ايه الحلاوة دي بالظبط؟ ايه الجمال ده؟ زجزاج عايز اسال سؤال، هو الانشاد الديني او الابتهالات او الاغاني حلو. هل بيفرقوا مع المطرب الثلاثه عن بعض؟ يعني ده بيحتاج مجهود اكتر، ده بيحتاج دراسه اكتر، انا مش فاهم، يعني انا حتى مش فاهم الفرق ما بين الثلاثه، فممكن تشرح لي؟ هو حسب الاختيار. يعني هو في فروع كتير في الفن، في انشاد، في رومانسي، في كلاسيكي، في يعني كل الفروع ديت بتختلف، كل واحد هو شايف هو هل هو بيقدم كل الانواع ديت ولا هل هو بيقدم نوع واحد. لو بيقدم نوع واحد لازم في اساليب معينه لازم يعني يمشي فيها، الاساليب المعينه ديت هي الدراسه الصح علشان يعرف يؤدي كل الاشكال اللي هتطرح عليه او اللي هو حابب يعني يدخل فيها ويتعمق فيها يعني ويبقى جدير بالفرع اللي هو مشي فيه لاخره ده. تحت بقى اي مسمى، تحت مسمى الانشاد، تحت مسمى الغنى الكلاسيكي، تحت الراب، الهيب هوب، الجيبسي، الار ام بي، كل الاشكال دي لازم لو ما فيش دراسه كويسه مش هيعرف يؤدي اي نوع من الانواع ديت. بالنسبه للانشاد يضاف عليه اللهجه والمرادف، المرادفات اللي فيها لازم تبقى اكتر شويه في الجزء بتاع اللغه العربيه يعني. هل في مزيكا جديده دخلت على او هل في مزيكا دخلت على الانشاد جديده؟ سمعت ان في زي الراك او الحاجات دي كلها دخلت على الانشاد. هو يعني كل الاشكال ديت موجوده، ايوه، وكل الانماط دي موجوده، بس بالنسبه لزجزاج هو عمل حاجه اسمها فيوجن أو مزج ما بين الشرقي وما بين الغربي وما بين كل الموسيقى المتعارف عليها عالميا يعني. ليه لا ما يتلعبش دوت؟ يتلعب ان هو الشعر يقدر يعني تقدر تصنفه زي ما انت حابب وتطوعه يعني بالشكل اللي يليق بيه، لان هو قوي جدا، فلو حطيته في شكل قالب لحن مش الطف حاجه، مش هيبقى في حاجه ثالثه. طب بقول لك يعني استقبال الناس الاجانب للميوزك وللنوع ده من الاناشيد والحاجات دي بيبقى عامل ازاي؟ هم بيبقوا شايفين ان في صدق جاي من ان هو حتى لو هم مش فاهمين الكلام، بيبقوا شايفين ان في صدق جاي من الجزء ده حتى لو هم مش فاهمين الكلام. اوكي. فده وكمان نضيف عليها حاجه كمان اللي هي التراث المصري بتاعنا والقيم والاخلاق اللي اتربينا عليها غير اللي هم اتعودوا عليها، فلما بيشوفوا دوت في شكل المغنيين وفي اسلوب حياتهم والفرقه الموسيقيه فيبتدوا يشوفوا ده في حاله جديده بتحصل، يبتدوا يلتفتوا ليها ويشوفوا ان في فعلا ذوق مختلف وبتقرب كمان لكل الفئات. يعني ممكن يبقى في حد مش انترستد ابدا ان هو ممكن يسمع الاناشيد لوحدها، بس لما بتدخل عليها نوع من انواع الميوزك ما هم مش فاهمين الكلام، بس هم شايفين حاله بتحصل، فدوت اللي بيخلي فيه يعني في توافق يعني زي ما بيقولوا، وبيسمعوا للاخر ويشوفوا الموضوع ماشي ازاي. وزي ما حضرتك قلت طبعا يعني. طب يلا انا هسمع، انا طول ما انا قاعد النهارده هفضل اقول لك اعمل لنا قول لنا حاجه. ممكن تقول لنا ايه دلوقتي؟ ممكن نقول حاجه برضو بالمناسبه الجميله ديت. ايوه. نقول لما بدا منك القبول. يلا بينا. لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى وزج بي عين الوصول
وصرت بك مؤنسا. لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى. وزج بي عين الوصول وصرت بك مؤنسا. فلست من قلبي تذول بين الصباح والمساء. النظرة فيك يا جميل نعيش بها عيشنا رغد. أنت المحبة والدليل من ذا يطيق عنك البعاد. يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد. ولا يخفى نور ثناك وقد بدا للناس يلوح. أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح. ولا يخفى نور ثناك وقد بدا للناس يلوح. أوقدت في قلبي هواك وقلت لي إياك تبوح. أم كيف لي أرى سواك وأنت لي جسم وروح. النظرة فيك يا جميل نعيش بها عيشنا رغد. أنت المحبة والدليل من ذا يطيق عنك البعاد. يا راحة القلب العليل فيك اجتمع كل المراد. ايه الحلاوه دي يا زكزانك؟ ده انا بقيت في حته تانية خالص. لا نسقف. حلوه قوي يا زكزانك. عايز اسالك سؤال. انت كنت بتغني نوع تاني من الاغاني قبل ما تتجه للابتهالات والحاجات دي، صح؟ ايه نوع الاغاني اللي انت كنت بتغنيها وايه الشفت اللي حصلت دي؟ سببها ايه؟ او يعني كلمني عنك شويه يا اخي. ماشي طيب. يلا. انا كنت في مدرسه اسمها الهيب هوب. هيب هوب. وبعدين طلعت منها دخلت في الار ام بي، وطلعت منها دخلت في الاورينتال ميوزك اللي هو عرفني على الانشاد وعرفني على المقامات الشرقيه. وبعدين ربنا يعني في الاول وفي الاخر هو توفيق، فربنا يعني اراد اني ادخل في الجزء دوت وبتنقل يعني كل شويه. يعني في حاجات كنت مع فرقه المصريين، كنت بغني حاجات شعبي، كنت بغني حاجات اجتماعيه، كنت بغني حاجات رومانسيه. يعني ما فيش حاجه لازم ابقى واقف عليها طالما ان ربنا اداني الموهبه وتتحمل ان هي تروح في كذا اتجاه، ليه لا؟ فديت مرحله. بعد شويه هيبقى في مرحله تانية. ايه اكتر قبل مرحله كانت في مرحله؟ هو كل مرحله بتبقى صعبه لان بتحتاج مجهود جامد قوي علشان اديها والبس الثوب بتاعها، يعني علشان ابقى مقدمها بانا مش بحد تاني. يعني هو كل واحد بيقول هو، مش بيقول اللي جنبه، مش بيقول اللي جنبه. فلو انا ما اديتهاش
فعلا باتقان، ودوت برضو بيعود على المستمع. لان انا بقدم لمين؟ انا بقدم للمستمعين وللجماهير. فلو دوت مش هتقدم لهم بالشكل الكويس ده ما عملوش بقى خالص، واروح اقعد بقى في البيت وبس وخلاص، مفيش حاجه تحصل، ولا كاني عملت اي حاجه، ولا كاني عندي موهبه. لكن الموضوع بيبقى صعب فين؟ في ان انا لازم ادرس كل حاجه ادخلها واعرف اصلها ايه وفصلها ايه، علشان بحترم المستمع ولازم اقدم له حاجه فعلا تليق بيه وتليق بقيمته. لان انا يعني حابب ان انا اقدم الشكل اللي يليق بيه وبروحه، يعني ان هو حاجه عظيمه جدا، الانسانيه حاجه عظيمه جدا، فلازم تبقى بتقدم لها الحاجه على اعظم وارقى مستوى. حلو قوي. معلومه وسؤال. المعلومة ان الفنان هاني شنودة كان هو مؤسس فرقة اسمها فرقة المصريين، وفرقة المصريين دي قال عليك يا زجزاج انك انت عمود فرقة المصريين. تمام. تفتكر ايه اللي خلاه يقول حاجة زي دي، بصرف النظر ان اكيد الفرقة كلها ليها كل التحية والشكر والتبجيل وكلام وكل حاجة كويسة، بس ليه انت بيلر او عمود للفرقة؟ والله دي حاجة مسؤولية كبيرة قوي عليا، لان ده مسكر عظيم، وطلع اجيال، طلع الهضبه عمرو دياب والكينج محمد منير، واشتغل مع كبار الفنانين. ولما اتقابلت مع دكتور هاني شنودة ابتدى يبص لي بصه انا مش فاهمها، بس هو فاهمها لان هو عنده خبرات وعنده تراكمات من العصر اللي كان فيه واللي قبله واللي قبله، ان هو مطلع جدا على الموسيقى في كل الاشكال وعلومها كلها. فكان بيبص لي بصه كانت بتخليني عايز اقول له انت ليه بتبص لي كده؟ فقال لي انا شايف فيك اللي انت مش شايفه، انا شايف ان انت هتبقى مطرب الوطن العربي اللي جاي. فقلت له طب ليه كده؟ ده انا يعني ماشي واحده 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 عليا، بس انا لسه ببتدي، فليه تقول لي كده؟ الكلام ده من امتى بقى يا سيدي؟ الكلام ده من 2010. من 9 سنين مثلا بالظبط. فقلت له طيب ليه؟ قال لي مع الوقت هتعرف. انضميت لي للفرقه وابتديت اخد بالي ان هو بياخد باله من حاجات انا مش واخد بالي منها فيك. فيك بالظبط. يعني انا يعني بحب الاتقان جدا، ممكن اسهر كتير قوي علشان اذاكر المحتوى اللي معايا. زي ما قلنا يعني لازم البس الثوب بتاعه علشان ابقى في ابهى يعني صوره. فهو ابتدى يلاحظ فيه حاجات وقعد يقول لي حاجات هو شايفها، قعد يقول لي انت عينيك بتلمع. طب يعني ايه الفكره يعني؟ حتى ده كله موجود متسجل يعني في جميع. ايه الفكره؟ طب بقول لي ايه الفكره ان عينيك بتلمع؟ قال ان دوت واحد ما عندوش خمول وعنده اصرار ان هو عايز يوصل وشايف النجاح، مش بيلعب. يعني انا فعلا واخد الموضوع بجد، يعني مش داخل العب، انا بحب الفن يعني. طب بحب الانسانيه، فعايز يعني امزج الاثنين دول. فليه اكسل واحيد عن الشكل ده وانا عندي قضيه مهمه جدا وحاجه انا بحبها وحاجه ساميه جدا؟ يعني ايه اللي يخليني اروح في اتجاه تاني هعمل ده؟ فهو شايف المواضيع دي كلها وابتدى يحط النقط على الحروف اللي انا ما كنتش واخد بالي منها. طب ما تخليه هو بقى اكتر يقول لنا على الموضوع ده. هو معانا دلوقتي الفنان الموسيقار هاني شنودة على التليفون. لا لا، اهلا، مساء الفل. اهلا وسهلا. اهلا، ازاي حضرتك يا حبيبي؟ معاك ابني العزيز زجزاج يا حبيبي. احكي لنا بقى عنه، عن زجزاج، وحضرتك قلت ان هو عمود فرقه المصريين، قول لنا كنت شايف في ايه؟ يعني هو بيقول ان حضرتك كنت بتبص له بصه هو مش فاهم، يعني ايه البصه دي؟ انت مبسوط بيا ولا متضايق مني؟ ولا بيقول انه كان عند حضرتك خلاصه الثقافات، الحاجات اللي ليها علاقه بالثقافات الغنائيه وكده، فحضرتك كنت شايف في حاجه، شفت ايه؟ شفت يا سعاده باشا، انا مش شايف في حاجه، بس اللي قالوا على لمعه العين دي، في ناس بتبقى مستعده تبيع كل حاجه في سبيل الفن. دول بيوصلوا. لما يجي لي واحد مثلا دكتور او مهندس او كده يقول لي اذا نجحت كمطرب خلاص هبقى مطرب، واذا ما نجحتش هرجع ابقى دكتور. ده مش هيروح لا هنا ولا هنا. ده ايدك منه الارض. ليه؟ ما عندوش الاصرار على النجاح، وما عندوش العين الاوير او اللي شايفه كل حاجه او الادراك. لان الادراك ده اهم حاجه في الفن، ان انت تمص الحياة
اللي عندك وتقدر تطلعها فن، زي النحلة ما بتعمل كده نص رحيق وتطلعه عسل. فزجزاج الو مع حضرتك يا فندم، اتفضل اتفضل. زجزاج كان متشوق انه يعرف كل انواع الغنى، الجاز، الشرقي، الابتهالات، البوب، كل انواع الغنى، وسمع كل انواع الغنى. ده المحصله دي كلها تخلي طريقته في الغنى مختلفه عن اللي ما سمعش غير لون واحد بس. فالثقافه الموسيقيه مهمه جدا جدا للي هيبقى بيغني للناس، لان اللي بيغني ده قائد الناس تمشي وراه على فكره. واثنين هو الملحن بيعمل حاجات ويعمل توزيع وكذا وكذا وكذا، لكن في وقت معين بيسلمها للمطرب يعمل ابداعه. فانا بشبهها بايه؟ اللحن والتوزيع زي الخاتم، والمطرب او المطربه فص هذا الخاتم. فاذا كان الفص معيوب فالخاتم كله ما يسواش. حلو قوي التشبيه ده. إذا كان الفص كله عيوب الخاتم كله ما يسواش. إيه النصيحة اللي حضرتك تحب تقولها لزجزاج؟ زجزاج ما فيش نصيحة غير إنه يكمل وما يخليش حاجات الحياة تبعده عن فنه. وعن إن أنا شفت له حفلة كنت معزوم فيها وطلعت عزفت معاه، حتى حفلة هو مسيطر تماما على الجمهور وعارف هو بيعمل ايه، وده موضوع كويس قوي. غير ان ساعات الحياه بقى تاخد الناس ويضطروا يعملوا حاجات، لا تتخلى عن زجزاج. زجزاج ده اللي ربنا خلقه، لان ربنا قال كل لما خلق له. انت مخلوق للغنى يا ابني، واستمر في ده. ما لا تروح يمين ولا تروح شمال، ونروح يمين ارجع، ونروح شمال ارجع. حبيبي يا دكتور هاني، تحب تقول حاجه؟ اشكرك جدا يا دكتور هاني، وتعلمت منك كتير وعن حنينك، ويعني اقدم لك كل التقدير والشكر. وحضرتك استحملتني كتير وعلمتني كتير واستفدت منك كتير، واتمنى اكون قد المسؤوليه ديت ويعود عليك يعني، واشرف حضرتك يعني ان شاء الله في المستقبل. ويعني اتمنى لك كل الخير. شايف حضرتك كمان 10 سنين، شايف زجزاج فين كمان 10 سنين؟ بما ان حضرتك عينيك ثاقبه كده، واول ما شفته حسيت ان هو هيبقى في حته ثانيه. خلينا بلاش ده، انا من كلمه كنت هدوب قدامه. لا لا، خلينا نعرف، يمكن انت في 10 سنين تزورنا في الشارع. عايزين نروح على خير دكتور. لا ان شاء الله تبقى خير. شايف خلي بال حضرتك ان من دلوقتي زجزاج طور كتير في الانشاد الديني، محدش بس واخد باله. مسير الناس هتقول ده فيه واحد لما هاني قال عليه هيعمل كده عمله، وكان عامله بس احنا ما كناش واخدين بالنا. كويس؟ فالحاجات الصوفيه اللي هو بيعملها اختلفت كتير عن كل الناس بتعمله طبعا. على فكره صح. وانا شفته في الحفله. وبعدين حاجه تانيه كمان، المؤشحات اللي انا عامل له مؤشح لذيذ قوي اسمه ميل بينا، وعامل له حاجه جديده برضه في الانشاد الديني اللي هي صلوا على خير الانام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، وبركة مريم البتول. دي حاجه على فكره لما الناس بتسمعها بتطلب اعادتها مره واثنين وثلاثه، انه بيبدع فيها ابداع غير عادي. موسيقار الفنان هاني شنوده، حضرتك شرفتنا ونورتنا باتصالك ده، ويعني شهاده لزجزاج وشهاده لينا كلنا. بشكر حضرتك جدا 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 على تليفونك. بحبك يا دكتور هاني، والموسيقى حياه. ميرسي ميرسي يا دكتور. ايه الكلام الحلو ده؟ ربنا يسعدك. ايه الكلام الحلو يعني ده؟ انا ما كنتش حابب اقول حاجات كتير، بس دكتور هاني اتفاجئت ان هو موجود معانا، فهو قال كل حاجه يعني، ما فيش كلام بيتقال بعد كده. حقك يا زجزاج، هتسمعنا ايه بقى؟ يعني بمناسبة ان دكتور هاني كلمنا في التليفون، فلازم نقدم له حاجة من الأعمال. فاحنا معانا ممكن نختم بحاجة دي نسيبها اوكي، ونقدم حاجة تانية. موشح 10/8 موسيقى عربية تقيلة، وعشان كل الناس كانت مفكرة ان دكتور هاني مثلا بيقدم شكل غربي مثلا، هو ده برضو الشكل اللي الناس دايما بتبقى واخدة صورة غلط عن اللي بيحصل. يلا ورينا على طول، قول لنا على طول. فهو لازم يبقى فيه غرب، لازم يبقى فيه شرقي، لازم يبقى فيه كذا، لازم يبقى كذا. فدي حاجة من الأعمال اللي دكتور هاني قدمها عند شرقي. يلا بينا.
صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام، بركة مريم البتول، حب وسامح غني مدايح، قل إنشاد أو قل ترتيل، حب وسامح غني مدايح، قل إنشاد أو قل ترتيل، آل البيت وآل عمران، القرآن ويا الإنجيل، آل البيت وآل عمران، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، يا رب ارحم عيسى على أرضنا، نسب النبي ومن عندنا، خطوة عيسى على أرضنا، مصر يا وش جميل ومريح، بحب محمد والمسيح، مصر يا وش جميل ومريح، بحب محمد والمسيح، من في الدنيا بقى زينا، أو يتمنى ولا ينول، صلوا على طه الرسول صلوات الله.